亚芬，阿杰特，كيف التعليجات؟ هاني عليها نشرب قهوتي عايش بنتي ومن بعد نشوف باهي. عمي انا نشري لها الصباط نسال الشب. بابا يلزمني القضية. نادي تمشي معاك وانت اللي تشيل لها صباط. جيت اللوجة على بشكير. اخرج من البيت هذي وعاش تحط ساقك فيه. هشام خوك بعث جواب. ما هو جاي الصيف هذا؟ شبيك؟ عشت خوك
ما تقوليش تعرفي الحيو. ايش عملتي مشاريعه؟ اهوك عايش معنا بشويه بشويه حتى شي سهل ربي. ربي يفتح في وجهه الابواب. وانت يا سي ابراهيم اش خمم؟ فاطمه يسرع عليها الطفله مغلوبه وين تدور روحها؟ اخوتها يعاونوا فيها لا محاله. اما الحق معك تعبه في جردنا يسرع عليها. ملكه خذ امراه في اقرب وقت باش تريح بنتك. المرحومة ما تتعوضش. أما يلزم شكون يقوم بالدار ويتذهب وهول. سي محمود عنده الحق. ياسمينة بنت ناس وهي زادة هجلة وما طبناش. خواتي محمود الصغار يلزمهم شكون؟ عايش بنتي. خو برا فوح الفروشات. نجيت الظهر وين؟ خرش ناديه يا تحفونا ناديه يا ناديه. حي توجعتني. برر مع اخوتك. من الدار هذه ما عادش تحط ساقك فيها. Thank you.
طاهر وينه؟ مش معاك؟ لا ما شفتوش، ما تحيرش عليه التوجيه. حقا بابا طاهر خليلك جواب في بيتك، راه مساك وخارج يجي من الدار. برا جيبو عيش بنتي برا. كليت اللي حوته؟ لا لا هز. بابا عندي ما نقلك. بابا بعد الباك نحب نكمل قرايتي. توا وقته عندنا ما نعمله. أنا نكلم فيك على مستقبلي. شبيه مستقبلك؟ نحب نقرا في الجامعة في تونس. تونس بنتي أنا في تونس؟ بنتي أنا وحدها مهملة في تونس؟ الله الله صاحباتي برشا باش يقراوا الغادي. إيه كل حد يعرف ما يصلح به. اسمعوا نقول لك، إذا تحب تكمل قرايتك ما عليك إلا تقرا في صفاقس. تحب نقعد لك خدامة في الدار؟ قل حياك مصح رقعتك. أنت بنتي على كل حال، انجح الساعة في الباك ومن بعد يعمل الله. مرحبا. تفضل. هلا يا سميمة، هيا قوموا سلموا على مرت بوكم. عسلامك. سليمان ماكش مروحة؟ بالكشي عندها رونديفو. عيشة العصفور تعجبني من بنتها. ويني فات؟ Thank you.
روحت على سقايا. يا اخي ولات العادة ماك تعرف نحبك من اللي سال دار. يا اخي شنو اللي صار؟ روحت وحده وحده. او كان نبه عليك مره جايه بينك وبين بوك. باهي هيا برا جيب الخبز. علاش انا نبعث مهدي وزيد زياده ما تحب تقضي حتى قضيه. باهي مش سخن لك سحلي. عايش بنتي يلزمني وقوم الحركة. شكون به الحركة في ذمة اللوم؟ أنا ما نقرأ كان العشية. ما على خاطرك يا ياسمينة. يوخو بخاطرك نعرفك ناس ملاح. ما بيناتنا كي تحب تضرب ضربتي تضربها. ايه ريت مويد يا ياسمينة كاس ما تكلمي وعرسنا. راك اليوم ما تلزيتش الحالة كيف هذه. وانت يا سي راضي لو كانت تلها بروحك خير. نجم نعمل عليك باش تكلم بابا. فدتنا بحكاية قرايتك في تونس. انت زاده معاهم؟ نحب نعرس وبابا يلزم يعاوني. فهمت. علاش ما تكلمش هشام يا اخي؟ خلي هشام راي لو كان جا هنا كان عاوني من غير ما نقول. لمعي الكسكسي على الاقل. ازمن 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 فاطمة فك علي. سرعتها ما تتعداش 15 عطرة والبحر يكون قليل الاكتراف. بعد ذلك الفواصل الفرمية صافية فقليلة أسحب على أغلب مناطق. يا سي إبراهيم فكرتش باش نعمل العام الجاي فاطمة؟ راهي طفلة وليت كيلومت لا تاكل لا تشرب لا تكلم حد. حبيت نهز للطبيب ما حبتش. انت تعرف اللي هي مش حكاية طبيب. اش تحب تقول؟ البنية تحب تقرأ في تونس. يا اخي ما تستاهلش. لا ما قلتش ما تستاهلش. ولا ما عندكش فيها ثقة؟ لا الثقة ثقة. اما شكون يعرف على البلاد؟ في تونس ولا في صفاقس شكون يعرف على البلاد؟ اسمع يا مرة فؤاد يحب يعرس وانا ما عنديش باش نبعث فاطمة لتونس. منين الفلوس؟ مش مهم فلوسي أنا ونحب نعطيهم لفاطمة. بربي بربي يا سي إبراهيم ما ترجع عليا. اسمع ملا أعطيهم لها أنت.
نمشي لتونس ونحبك تكون معايا. شنو هو توا شنو؟ تحب تعمل لي ثورة ولا شنو؟ عليه؟ انت بار وانا باين. اوه انا صحبتك راجل مضرنا. حسبتني حسبتني اللي يحسب وحده يبظن. شكون الراجل؟ انت ولا انا؟ لا انت تعاون انا. عملت مليح كيف أكدت علي. كنت متأكدة رواية باش تعجبك. فغما ما قلت لك كيف اللي جيت. أنا باش نمشي نحكي في الليش. داكور. أنا نقول لك صباح الخير. باي. راني بابا عامل فولار قال يخلي الاولاد برا مشي مع اخواتك البنات. قلت له شنو هذا غيم خاطر ما عرفكش اسم المسرحيه الجايه. سامحوني يلزمني نروح. عجبتني الروايه مزروبه. استنى نشربوا حاجه مع بعضنا ان شاء الله مره اخرى. ديما هكا صاحبتك؟ لا لا حتى انا يلزمني نروح. وقيت غدوه نتقابلوا. اوكي
للا حتى حد ما يعجبها. اش عملت؟ لا حتى شيء. تحبني نقص كرونتو؟ على الاقل شويه لطف. طفى بالله اختاني سميره. سامحني ما عادش عارفه كيفاش تصرف معك. غشه تعرف سميره؟ ساعات نحس بدني طايح فيها وعيني تخسر. شو بك تتكلم هكا؟ تعدي بالصدفة في الحقيقة منصف قليل تقادم الوقت ما سمحش مش نتعرفوا على بعض. سمحني على المرة الأخرى. فاش قام تطلب في سمير؟ كون صريحة معاك، يظهر لي عندك فكرة غالطة عليا. نجم نسألك سؤال؟ تفضل. شكون يكنس لك في الدار؟ انتي ولا اختك ولا امك؟ لا سامحني، انا ممثل، هذه كرواية، واللي في الدنيا حاجة اخرى. كلامي يضحك؟ لا صراحتك عجبتني. هاي تحكم تاعي. ماذا بيا نشوفك مرة أخرى؟ إن شاء الله. استنى. خذ على الأقل نمر التليفون تاعي. اطلبني وقت اللي تحب. المنصف مازلت ما نعرفش. زعما نحبو زعما ليه؟ البارح منصف هو الكل. ساعات نضيع وما نعرفش على روحي. المهم هو يحبني. شبي بيا حليلته. ماذا بيا؟ اما مو حالي مسني قبل العرس. Thank you.
تعيش سعيدة في حياتك، ما تعقدهاش. أنا في بقتك كنت من المرات. أي قوم قوم، الوصفة قاعد يستنى. داركم ينزل يجيو فيزا بعد الامتحانات نعملوا خط الجمعة الجاية يجيو ما نجم كان نوفق زينك ما سماشي أحلى حتى في الصندوق زينك ما سماشي أحلى حتى في الصندوق لا 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 Le cours prochain portera sur la Tunisie du temps de la Régence, au siècle dernier. Je vous indiquerai à ce sujet un livre récemment paru. Merci. الكتاب اللي حدثت عليه ميرسي ونهار السبت عيد ميلادي يجاو ويجيبوا معاكم منصف ومراد افيك بليزير مرحبا
عادش يا مشي أني هوني بجعتني أي مشي هاي حالتي محضرة. أنا حالتك محضرة. إيه نعم. شو؟ باش تكون الأمور واضحة. هذيك راهي زوجتي. فهمت؟ أيوا أنا شنو بالنسبة ليك؟ حاجة نتاع تعديت وقت؟ من فضلك. أم باستو؟ من فضلك با دو فيلغاريتي. فيلغاريتي؟ إي وي. مالا شوفك اللي عندك تو تعرف الفيلغاريتي عند شكون؟ أنت شنو كنت تتصور في مخك؟ إيش تتصور في مخك؟ زيد.
فما جايبك. عايشة معانا. بنات اش قولكم نجيب للدار تحضروا لي زيك زمان؟ ارتح مش هكا تتكلم سيريوزمون بجد؟ ايوا اش قولكم؟ والله فكره. هيا انت يا فاطمه. انا ما عجبتنيش نحط هذيا، نحطها هنا. لا لا حط هنا بيتنا هنا. شوف تحط كاميرا لا بخلافك. كمل العب. هيا فاطمه. هيا فاطمه العب. ما تلعب تلعب في عودك. ها اللي باش يخمم عرفت يلعب اكثر. ايه خبوط يوم خبوط استنى عاد تروح مازال ما فيش. يا لو كملوا واحد. والله ما فهمتيش. مش ديما هكا. خليوها رايده. بون كملوا العب. خذ الحوايج فاطمه. العب مليح ما تلعبش هكاك. حتى انا بطلت نحب نتمشى. سيب ديما تهزت بتروح انت. سيبها خليك انت. ما نجمش نقعد برشا. شفما؟ لحسن ما نشوفوش بعضنا المدة هذه. وعلي؟
وعليه على خاطر نحس في روحي متقلقة. ايه بالكش نجم نعاونك؟ لا يعيشك الأحسن كيف ما قلتلك ما نشوفوش بعضنا. به انتي اللي تحكم. شو نقوم نرقد انا قايتك هاو هاي قوم ارتاح. مازلت شوية منجمتش نفهمك. من جهة تحب تبطل القراية ومن جهة تكسر في راسك العقبات الليالي اللي لازم وما دام اللي لازم علاش قصيت مع مراد؟ أي برا رقد أنا نستنى راضي حتى تجي. تصبر خير العادة. وينكم توا؟ بحثة لأفريكا. اي وشنو البرنامج؟ ما نعرفش نستنى فاطمة دخلت علينا انتي؟ لا عندي برشا خدمة. عدنا باش نحتفلوا 7 أيام وسبع ليالي. شنو هذا الكل؟ خارجة؟ هذا على خاطركم. You make me feel so young. You make me feel like spring is born. هلا صحة فروخ الحجلة. يب استنى طمن كل توشو جبنا لعبة جديدة. عندك صرف؟ لا الوالدي هيدا وتشوف. يكفي؟ سابا أعطيني سيجارة. جبت لنا لعبة جديدة. كل واحدة منا باش تعمل نقبة بالسيجار واللي تطيح البياسة في الكاس تخسر. شكون يبدا؟ قبل ما نبداو بشوية ساعة نتفاهم. اللي تطيح البياسة في الكاس تبوس أول راجل يخرج من التواليت. اسمع بعد عن نغض انتي بعد ايه اسمع خط غادي مش غادي بلا اسمع انتي غادي ايه اش حط الكيخ من جهة تكوز نوص دي لان مغربة تكبز اوه تاني راه خسرة شحية يوسا يز يقعد يا اخي بالحق هو فرصة جاتني ليدي نضيعها. لا ماني فول يا بارون مشيت. سامحني احسبتك فتحي. صح عليك بلاش تبسني في عينيا والبوسه في العين. بستوش في عينه عاد انا الحمد لله مش عينه سيدي كيسك مع البيس طبعا. لا انا مليلي وانا
على المستقبل. على صحتك. على صحتك انت ومامتك. فاطمة توا خممت مليحة تقص على قرايتك بعد 3 سنين باش تمشي تخدم. المطلب عملته، ما نستنى كان يسميوني معلمة. أمورها واضحة. على صحتكم. واو. المرة اللي فاتت كان صباح الخير. صباح الخير. هذه المعلمة الجديدة. هاي. مرحبا. ها السيد المدير يسلم بك. ها. هذا القسم نتاعك. القرايه تبدا بعد غدوه. تو يتلموا الزملاء ونعمل اجتماع. هاي ربي يعينك. بارك الله فيك. يلزمني نمشي. فنيه طويله وماذا بيا نخلط الاسفاقس قبل الظلمه. سي الهان ما نوصيكش عليها. تتهنى هذيك ولا بنتي. وين ماشية؟ ماشية نقضي. أنت عندها ما يقضوش وأنا على ذمة بنتي. ها عندك 5000؟ مازالوا وصلوا ليش الشهرين.
قداش مازالوا؟ متأكدة؟ الأخرين كل تعداو؟ باهي لازم تحل عينك. إيجا وردة إيجا. هذا خليل؟ نعم هيا خليل هيا هيا سي خليل انت اللي باش تلعب. هيا الاولاد العب واحد ما تقول شيء توحشتك ما صبرتش تبعتك بساقة احسن ما عملت هنا فما كان صغار ينجموا يشوفوه.
مشافك. تحب ما شافني حد. قولي انت تحبني والا ولا شنو؟ مش تقتلني؟ ليه مش نقتلك، نعيط ونعمل الريح. اي وريني يدك، وريني انذاف نعمل لك مانيكير. ايجا معايا. صحيح صحيح. اي اعطيني يدك، اعطيني. ولا اشكيلك تبعد عني، ولا احكيلك تبعد عني، والروح معك 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 يلي 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 عزيز. شبيها بان شبيها مالت شنو؟ ضيعنا البوشان تاع الفيدانس. يا لو لازمنا نلقاوها. زيت تبلعنا. غزمو عدنا تمر. Thank you.
جماعة يويدا يويدا يا جماعة هشام ايش جابك ربك نحس الرافق شنو يا جماعه ما عطشتوش هاي يجيب لنا حاجه ان شاء الله ولدي يكمل الحكايه الكل مش عادي ونهار كامل تعب اي يا سيدي صح اي اي بارده بارده والله بارده شوف انا قبل هاي يزي فرغتها وانت هات فايس يزي يحشم انا حد ما يشوفنا نعم داري وحدها يزني نروح شكون ماشي وصلني وصيت علي توجي وصلك أي جيم أي أبولو كملوا ركب الباش مازال الضو سنو أوه سنو السنو طيب يرجع لك من بعد إيجا معاي نوريك دبشي أي اخر موديل تشوف شوف ذوقك صح وهذه مش طويله شويه زعما يظهر لي شبيك خساره عادك بروحك تنفش وما عادش تنجم تدخل فيهم كيف نسمع الكل؟ لا مش الكل، شوف سمير بالحق ما هي سمينة تلاق ولمها الرجال عندهم يد في المسألة عندي ما نقول لك هشام اخي قررت تعرس معاه على خاطر تحبه ولا على خاطر يلزمك راجل نحبه بعدنا يلزمكم توضحوا الامور بيناتكم مش تحبي نعمل احكي معاه مازال 5 أيام على العرس فاش تستنى يستحيل تحب تبني حياتك على كذبة نجمش تفهم عزيز ظهر فيه انسان متفتح نجم يفهمك قررت باش ما نقولش هشام حشتي بيك لازمك تقف معاك كل شيء حاضر هيا تفضل اطمئن فاطمة أنا معك لاباس دكتور لاباس تفضل معي
في الانستيزي جنرال ولا لوكال؟ جنرال، اما العمليه مش كبيره. شنو هي العمليه بالضبط؟ ساهل ياسر، ثلاثه غرز اوركوليمان وما نعملوش عقده للخيط، وليله العرس الفتله ما تشدش والدم يسيل. دكتور، ديما تعملوا عمليات من النوع هذا؟ اي نعم ميس، اما انا ضميري مرتاح، كل حد يلقى فيها مصلحته. سبا؟ لا سبا، امورها مريقله، مازلت كيف فقت. لا شوف باهي، هاي مشوا للبيرو. باهي الدواء هذا استعمل كما قلت لك. المسألة الأخرى راهي بيدك أنت، تصور كانك صبية. مليح. غيره منك. تحت الياسمين في الليل نسمى والورد محاذين لغصة عليك تمسح لي في دمعة عين غصان علي تنين تمسح لي في دمع عيني. تحت الياسمين التكين عدلت العود وغنيت تحت الياسمين التكين عدلت العود وغنيت واتناطر دمعي وبكيت فكرتك كنت تجي دمعي وبكيت فكرتك كنت تجيني جنينة مزينها النوار فاحت من ريحة الأزهار جنينة مزينها النوار فاحت من ريحة الأزهار فكرتك شعلت النار عملت له ليبة في جنيت فكرتك
بيدك شعلت النار عملت لبيبة في جنين سميرة حالتها محيرتني متلاقها كان متوقع يتوى زعمة تلقى رجل آخر شايب ولا هجيل عنده برشا صغار شوف شوف سميرة ما تقبلش محسوب هو على كيف ولا دارهم شي خليوه هاك انتي اخترت ثنية أخرى اخترت ثنية صعيبة سومها غالي مش سهل المرأة تفني عمرها وحدها لراجل صغار زي الثواني في حبك انت هدية انا عامل على رسمي لازم اختك جيب جهازك طب اقعد في ماشي يا ماري الدار وحدك فاطمة بوك خرج عنده ما يقضي محلاها لشكون لشكون تحب ليلك انت مازال بكري ايا يقعد محلاها وهيت يدك اسمع يا فاد رد بالك تعمل كيف صحابك شوف سمير مازالت عروسة وليه ليه طلقت مسكينة ما عرفتش أدبر راسها وراضية في بالك متهنية في حياتها شوف يا فاطمة ربي شاطرك قاعدين تبنيو في دار قمقومة راجلك عزيز باش يتسمى مدير سبيطار زهرك راجل يحبك يلزمك تستحفظ عليه كاينو كنز وانت اش عاملة ما تخافش عليا نعرف كيفاش ندبر راسي تخبي حوايج على بابا ساعات سكت احسن اعرفهم مليح رجالي زعما هيا هيا فيسع برا جبنا صغير خلنا نفرح بيك ونتهنى يا سي يزي تاكل من غير غسيل سافا سافا ما عندي برشا خدمه
بهيم هذا. شنو هو؟ انت راك الغلطة. ماني مرأة ما نعرفش نسوق. هو عنده الحق يتعدى قبلك. اي مبروك سي عزيز، منزل مبروك سي. عايشك ربي يهنيك، يعطيكم الصحة، صحة الأبدان. لا مرحبا بيا، مشينا سوا. شوف خويا عزيز قديش متفرهد. اي ولدي ما يتهنى بالمجد لما يجي بصغار. يا اخي كيفاش تستناه؟ اي صبك انت اي صب. ويلكم يا نساء، الرجال تستنى في التاي راهو. هيا نتنزل بروح. تو ولات عندنا دار مسقفة. هيقوم مش نعمل دور.
شاء الله بحال خلع دار صالحة. ها كبيرة واسعة متهوية. ها هذه نتاع الصغار. هاي عليها ما تجيش. الله تجيك انا. قدم لك الدكتور منجي ومرتي. عسلام. نتشرف. سامحوني عندي ما نعمل. صاري حلوة اليوم. عايزك بجرب. يلزمني نبدل حوايجي. هيا عاد نهض لي روحك، تخلينيش وحدي مع الضيوف. دار حلوة يعطيكم الصحة. يعيشك ودار داركم. مرحبا بيك في كل وقت. عيشك. سلام عليكم. حس في روحي برد.
نعمل انا. عزيز ما يروحش الليلة، عنده كونغري. جيت بات بحذايا، ما تخلينيش وحدي. انتي ما ندراش تخبي عليا. ده اني يلزمني نتعدى لدارنا قبل. لاباس يان فاطمة تحبني نبات بحذاها الليل تخليني نمشي كانك علي انا ما يسالش مشاعر خوك علي يا علي عسلامة فاطمة عسلامة علي فاطمة تحب تهز سميرة بحذاها الليلة تونسها اش قلت لا ما يساعدنيش مش الليلة رجعها أنا بعد العشاء قلت لك لا إن شاء الله مرة أخرى بسلامة شد روحك سلم أورك للمولى عشرة توا سكر البيت ورايك نخرج ونظف البيسين لا يبقى ما
انت مليت سهريا نحس في ولد دكتور منشور رجل صغير اكبر جراح نهار من نهارات دكتور منشي عمل عليهم زيه عدي لي عزيز عزيز مش هنا نعرف اللي هو هنا عديه لي عايش اختي مسح رقعتك عزيز ما عاش حشتو بيك حقك توا في دار بوك تستنى في طلقتك مش قاعده وحدك في دار ولدي عزيز قل حاجة خبيت علي ما حقكس وانا كل بهيم ما شعرت بشي انت عمرك ما حبيتني يا عزيز يا عزيز ما تقول شك حبيتك حبيتك عمري ما حبيت غيرك حتى كلمة مانيش وحدي المسؤولة ما تحكمش ما تكونش قاسي اخي قلت شوين المرأة حرة في بدنها رأيي ما تغيرش ملانة من شغالته لا مش كيف كيف انت تصرفت وخبيت عليا وانت ما خبيت عليا شيء طول الموضوع يخصك انت نفاول مسألة شنو تعمل طلاق بالطبيعة تسمع كلام امك
أنا ما ينصحني حد. دويه وحكيها لغيري. رو مجلس عائلة تنصب والحل المشرف تلاق. ما زلنا في عهد الجاهلية ما تغير شيء. شو حكيت لهم بالضبط؟ الحقيقة. الحقيقة؟ لازم شكون يدخل في حياتنا. الحقيقة اللي نقول لك عليها. خضر لي في عيني. تسبون اغتصبني ولد عمي، اغدرني عمر 17 سنة، وفي تونس عرفت رجل آخر. انت شي ما قلت لي. تحب نسألك سؤال وجاوبني بكل صراحة. كنت أخذني وكان حكيتك على كل شيء من الأول. نعش أنت ما تعرفش، أنا نعرف.